الاستوديو. مبنى الكليه اللجنه المعتمده من السيد الاستاذ الدكتور نائب رئيس الجامعه لشؤون الدراسات العليا والبحوث والمشكله من الساده الاساتذه استاذه الدكتوره ليلى محمد الفنجري استاذ بقسم نظم المعلومات الكليه مقرره، الاستاذ الدكتور خالد عبد الحميد حسن المهنسي استاذ بقسم نظم المعلومات عضوا، الاستاذ الدكتور سيد عبد الجابر عبد الموجود استاذ بقسم نظم المعلومات الكليه مشرفا، الاستاذ الدكتور منى نصر محمد نصر استاذ بقسم نظم المعلومات الكليه مشرفا، الاستاذ الدكتور مريم محيطين محمد عثمان استاذ بمركز تغير المناخ والنظم الكبيره مركز البحوث الزراعيه مشرفا، وناقشت اللجنه على البحث المقدم من الدارس والمعتمد تسجيل السيد الاستاذ الدكتور نائب رئيس الجامعه بتاريخ 9/9/2019 وعنوان اطار عام آلي لتشخيص امراض اوراق النبات، وبعد مناقشه الدارس عملا في موضوع البحث قررت اللجنه باجماع الاراء التوصيه بمنح الدارس محمود بكر محمد احمد درجه